صب الشكي طاح البلافو كامل، صب الشكي طاح البلافو كامل، قالوا لي جيرة طاح السقف. جاي ما عرف خشو واش مضروبة واش مقتولة واش طاح السقف واش ما طاحش السقف. علاش حنا ديما نبقاو نعيشوا هاد الرعب هذا؟ اختي اللي ساكنة وهي مضرورة وباقا صغيرة تتصب الشكي طاح البلافو كامل وما كيتسوق حتى شي حد. شحال من مرة مشينا، ماشي مرة ماشي جوج قبل ما تكون كورونا أصلا. اختي واش موسم الشتاء دائما كتعيشوا هاد المشاكل؟ ديما ديما ملي كت انا سمعت واحد السيده قالت لي انا ما كنبغيش تتصب. وحق الله العظيم حتى ولينا كنكرهوها. الله يسمح لينا، حنا من الناس اللي ولينا كنكرهوا الشتاء. حيت كتكون جالس ما بيك ما عليك حتى تيقولوا لك راه طاح السقف. انا اختي دابا راه كانت في الخدمه وراجلها كان خدام، حتى قالوا لي راه مع اختو الصغيره هي اللي كاينه، حتى قالوا لي جي راه طاح السقف. جاي ما عرف اختو واش مضروبه واش مقتوله واش طاح السقف واش ما طاحش السقف. علاش حنا ديما نبقاو نعيشوا هاد الرعب هذا؟ بزاف. اختي كيفاش كان الشعور ديالكم والاحساس؟ ما كناش بلا ما كان حتى واحد، حنا عيطوا عندنا جيران قالنا جيو راه طاح السقف. اما حنا راه ما كان حتى واحد في الدار. على كون كان راه اختي عندها انا ولد عنده عام ونص، كون كان في الدار اشنو نستافدوا حنا؟ واش مازال غادي يبات شي واحد في هذا البيت؟ راه ما عندهمش فين يباتوا، فين نديهم؟ شي الدرب هذا راه كله مهدد، راه كله الى السقوط. فين الدان دا عندي للدار انا مضروره اكثر منها، ما عنديش فين نديها. فين غادي تبات اختك اليوم؟ غادي تبات في هذا البيت. ولا طاح عليها؟ اي طايح، موت وحده. راه الاعداد راه غير المواقف اللي كتتعدد، اما راه موت وحده اللي كاينه في الدنيا. هما راه كيجمعوا في الفلوس وكيدوزوا في الكونجيات ديالهم وحنا راه حنا كنتعذبوا. راسلتوا شي جهه مسؤوله؟ ما خليناش عاد ما مشينا. حتى شي واحد ما كيتسوق لك شي هذا الوقت هذا. دهن سير يسير، عندك فلوس غادي تسمع كلمتك، ما عندكش فلوس راه والله تتبقى تهضر حتى الصباح. جاو عندكم السلطات شنو قالوا لكم؟ جاو عندنا قالوا لنا راه غادي تخرجوا ان شاء الله وهادي هضره كيف ما ديما انت تهضر والاخر يهضر والاخر يهضر وراه مشات الهضره. هادشي اللي كاين. قلنا خاصكم تخرجوا. واه حنا خرجنا فين نمشيو؟ قلتوا لي يمكن نمشيو. قالوا لنا ما عندنا ما نديروا لكم، غتخرجوا تيوصلكم. واش تنعيطوا؟ الدار المحصيه هذه راه اقدم دار واقيلا محصيه في الدرب، راه هي الدار هذه. اش من سالفه؟ راه راجل اختي راه مو هي اللي تحصات الله يرحمها. ما عرفتش انا اش من سنه، غير هي راه قديمه محصيه، راه الناس هنا لتحت راه استافدوا من يا زمان. وهما باقيين هنا باقيين، ما داروا معاهم والو. في نظرك اللي عطل لهم يعني ما عرفناش الملف ديالهم؟ لا ما عرفنا. راه الا عطيتي الفلوس الملف ديالك غادي يطلع الفوق، ما عطيتيش الفلوس الملف ديالك غيبقى لتحت. هادشي اللي كاين. شنو رسالتك اللي بغيتي توجهي لهم؟ هو انهم يديروا معاهم الحل، ما بغاوش يديروا معاهم الحل، يخليهم بحال هكا ما يبقى حتى واحد يجي. صافي. ماشي هذيك ديال الاشهار البيبليسيتي، حنا جينا حنا تصورنا حنا مشينا ما كاينلاش. ما ديرش الاشهار على ظهري انا وما تكبرش انت جمعيه على ظهري والاخر ما يطلعش على ظهري. سالينا. اذا انت ما بغيتش حق في السكن. ولا يخليونا ويعطيونا التيقار ويخليو الناس عايشه باش ما عطى الله. الناس انا غتموت. تموت من الموت كيخلع. راه واحد النهار غادي تموت. اللهم تحتر دموت موت شاهد. ما بغيناكم تكونوا كضحايا لل واشنو نديرو؟ ما بغيناش. ماشي مشكل، اشنو ندير؟ ما بغيناش درب مولاي شريف يعاود يتكرر. راه غادي يتكرر. الناس ديال درب مولاي شريف راه باقيين متشردين، عندهم منهم عائلتنا باقيين ما لاقينش فين يسكنوا، باقيين متشردين، باقيين كل شيء كيمشي عند عائلته ويسكن شويه. وشوف منين مشى درب مولاي شريف، عباش هادو غادي يسكنوا لليوم. فاقدين الامل تما. سالينا ما كاين والو. بصحة بصحة حتى شي واحد راه تخربيق وصافي.